السؤال ده اول مره يتقالك. اف بس انت بتقولي ان انا جريء وقلبي جامد. عادي بقى، عندك شك يعني هنشوف. من غير كسوف، ردك ايه على ما اثير ان الفنانه احلام كانت السبب في رحيلك عن لجنه تحكيم عرب ايدول؟ كان قرار مني شخصي والكل عارف، بالعكس كانت الاحلام هي الخاسر الاكبر بغيابي عن عرب ايدول. ليه؟ لانه وجوده كان عاملها عاملين جو مع بعض، عامل لها بهجه، هيكليه يعني. بالعكس، وانا وقتها اخذت قرار، ولما قالوا لي قلت لهم والله العظيم هي الخاسر الاكبر، انا عارف تركيبه حلوه دي بينها، لانه على فكره مش تمثيل، احنا كنا هيك بين بعض يعني، ولكن بعدين اصحاب. لكن انا اخذت قراري اني وقتها لاسباب مختلفه كليا، ما لها علاقه احلام بالموضوع خالص. بس هنا يعني اتهموها والله. هلا هي ممكن تقول هي شخصيتها، ممكن هي بتحب الجدل، ممكن تقول اني انا كنت سبب، وحتى قالوا انه دفعت فلوس. لمين دفع فلوس؟ للام بي سي. مش واسعه شويه دي. انا واسعه كتير. طيب بديلك كان وائل كفوري، زعلت منه؟ حرق مسكين، ليه اللي بدي ازعل منه؟ اتقال ان كان في خلاف بينكم. خالص خالص، صديقي وبالعكس كلمته قلت له الله يوفقك وربنا يعينك. ربنا يعينك على ايه بالظبط بقى؟ على احلام ولا لا على البرنامج؟ لا، كان في تركيبه مش حلوه، يعني كان في تركيبه هناك مش حلوه، هي اللي خلتني انا امشي. بس كده بس يعني كده. ربنا يعينه على البرنامج مش احلام. بالعكس، يعني انا الفتره دي اللي انا كنت انا واحلام فيها كانت فتره ذهبيه لعرب ايدل صراحه. دي حقيقه، ده كان مكتسح فعلا. ايه بس طيب. انا اخذت قرار اني بدي انهي هذه الفتره خلاص. ايه انت مودي شويه؟ لا، حقاوي. حقاوي جوزاء، ما هو الجوزاء مودي شويه يعني. مودي على حق، ترانسفير، شفاف. شفاف. انا شفاف يعني، ما اعرفش اقعد بجو وانا مش مبسوط بدي امثل اني مبسوط. بيبان عليك بسرعه. بالظبط. طيب من غير كسوف، انت الفنان الوحيد اللي شارك كحكم في 3 برامج، مين الفنانه اللي شاركت معاك في التجارب دي تحب تعيد معاها التجربه تاني؟ احلام. احلام؟ اه والله. القط ما بيحبش اللي خناقه. لا لا لا، ما كانش خناق، بالعكس انا كنت الخناق بتاعها. ايوه. لا بس بس الجو هذا لذيذ يعني، الجو بيننا كان حقيقي، كان الناس بيفتكروا انه تمثيل، ده مش تمثيل، كان حقيقي على طول بقى. مشاكل و يعني شخصية عندها جدل، فيها جدل، وكنت انا ماشي كلمتي بالطريقة رغم كل شيء. هي بتحب الضحك والهزار يعني، فرفوشة يعني، هي انسانة تستفز بصراحة، وانا بعترف انك كتير ايام انا اقصد اني استفزها. تقصد؟ اه طبعا. ليه بقى؟ لأطلع فيها الموضوع ده يعني، كنت اقول لهم انا النهارده يا جماعه هعمل لكم حلقه جميله، يعرفوا ان انا هستفز احلام، هعصب لكم احلام. اه بالظبط. ماشي، بس هي ما كانتش قليله يعني، هي تعطيني طيب. ماده عشان استفزها، مش ما كنتش افتري عليها يعني. انا كان ممكن اسكت على اشياء، لا النهارده مش هسكت على اي حاجه، هستفزها وهعمل لكم حلقه حلوه.